اتفضلي فندم. عايزه اتفضلي فندم. كل جات اسمه ده وين في تونايت. هابي بيرث داي. شكرا. النهارده كهربا بيسجل. كهربا سكورينج تونايت. روز فار فور مي. ابواليا في السكند سكند جيم ان رو هيز سكورينج. شايف ان ده يعني عشان هو صابر على اللعيبه شويه. And it is because he was give, he was patient for them to give them opportunity. Because of that, they score tonight. Look, everybody supports to score when you play as an attacker for Ali. أي حد بيلعب في الفريق الهجومي في الحتة كمهاجم في الأهلي لازم يسجل طبعا. Okay, مفروض يسجل. We congratulate them because they have not been scoring for long. طبعا انا هديهم عشان بقالهم فتره طويله ما كانوش بيسجلوا قبل كده. That is their job to score. They have to score. بس دي مهمتهم، دي شغلتهم، هم يجيبوا اهداف كمهاجمين. وده اللي متوقعينه منهم، ده اللي منتظرينه منهم. Yes, and Walter has been scoring in the last minute. هو Walter هو بيسجل في الدقايق الاخيره الماتش اللي فات الماتش ده. I hope this gives him more confidence. انا اتمنى تديله ثقه، حاجه زي كده تديله ثقه في الماتش ده. Three games in a row. I've been patient with him. وزي ما حضرتك بتقول تصبر عليهم، هو صبر على الكهرباء ثلاث ماتشات ورا بعض. واعتقد هو كويس برضه انه صبرت عليه، هو النتيجه النهارده وسجل النهارده يعني. بس برضه حسين شارك في الاهداف، ساهم في الاهداف. عمل اثنين اسيست النهارده. So it's okay. Afsha didn't score today. يعني أفشا ما سجلش النهارده. But he's been scoring last three games in بس اخر ثلاث ماتشات متتاليه كان بيجيب اهداف أفشا. الحمد لله it's not easy, the stress and pressure. الحمد لله مش سهل طبعا، كان في ضغوط علينا. But you want to win the dowry, this is what you're gonna have. بس ما دام عايزين نكسب الدوري لازم يكون في ضغوط، لازم نتقبلها.